بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو. ابقوا معنا، سوف نتناول كيف تحصل على أكواد البيس لفتح يعني القنوات المشفرة على جهاز يعني جهاز الاستقبال في منزلكم. ثم سأقترح عليكم صراحة تطبيق أيضا جميل لمشاهدة القنوات على الهاتف، يعني أعجبني شخصيا واشتغل حتى في أنترنت ضعيف. لكن قبل ذلك سوف أمر الحين لعمل قرعة للإعلان عن الفائز يعني ليس الهاتف، بالسماعات يعني التي ثمنها $90 إخواني الكرام، ونرجع بعد قليل. طيب إخواني الكرام، سوف نسحب مباشرة عن الفائز بسرعة حتى لا يكون الفيديو طويل. سحبت عن جميع المشتركين كما سوف تشاهدون، والفائز هو مبروك يعني أخ محمد، هذا هو القناة الخاص به وسوف أحفظها. والمطلوب لهذا الشخص بطبيعة الحال أن يتصل برجاء، يعني لأنه ليس لدي زر القناة، بالتالي سوف أحفظ يعني الحساب الخاص بي عندما يتصل بي في زر القناة لإرسال الرسالة في قناتي. ومبروك عليك أخي الكريم. طيب إخواني الكرام، فمبروك للفائز وحد سعيد لكم في مسابقات أخرى إن شاء الله. سوف تأتي مسابقات إن شاء الله سوف أحاول تنظيمها. بالتالي فنمر إلى شرح كيف تحصل على أكواد البيس إخواني الكرام لكي تستعملها في جهاز يعني الاستقبال وتستفيد من قنوات مشفرة يعني تشاهدها مباشرة بعد إدخال هذه الأكواد. لكن قبل ذلك يعني طلب مني من هذا المطور، يعني صراحة أنا شرح هذا التطبيق يعني وهو تطبيق رائع، يعني أنا شخصيا جربته وفجأني في سرعة يعني شغله للقنوات التي تريدها، وحتى وإن كان لديك أنترنت ضعيف سوف تشتغل هذه القنوات، يعني لأنه صراحة يعني ما يستهلكه يعني ما يتطلبه يعني السيرفرات الموجودة فيه، يعني صراحة لا يتطلب يعني الانترنت قوية جدا حتى يشتغل. ففي جميع القنوات المعروفة يعني بين سبورت إلى غير ذلك، قسم خاص بها لن أشغلها بطبيعة الحال، قنوات يعني مثلا إسبانيا كما سوف تشاهدون، لا ليغا، يعني يمكن لك متابعة يعني المباريات الخاصة باللا ليغا هنا، يعني جميع القنوات كما سوف تشاهدون بين سبورت. عليه سوف احاول تشغيل مثلا اي قناة، مثلا هنا القنوات المغربية، مثلا ضغطت على قناة ديزيم سوف اضغط على اي مشغل اريده، ثم كما سوف تشاهدون بسرعة كبيرة جدا تشتغل يعني القناة اخواني الكرام. انا اريد الخروج لان ممنوع يعني ان تعرض اصلا مثل هذه الحقوق، يعني الفيديوهات يعني او ما ينقل يعني في القنوات ممنوع انا اعرضه في القناة اخواني الكرام، يعني لأنه عليه حقوق كما ذكرت. هاي فيديو يعني تعرضه على قناتك فأي حقوق، ممكن أن تشرح التطبيقات ولكن يعني لا تقوم بتشغيلها إخواني الكرام. هذه نصيحة لأصحاب القنوات يعني من اليوتيوب مباشرة. بالتالي فكما ذكرت يعني في جميع القنوات التي سوف تحلم بها يعني وتشتغل بإنترنت ضعيفة كما ذكرت. الحين نمر إلى موضوع هذا الفيديو وهو كيف تحصل على أكواد البيس لكي تقوم بتشغيل يعني القنوات الحين على جهاز الريسيرفر مشفرة يعني لديك في منزلكم. هناك صراحة مجموعة من التطبيقات سوف أشارك معكم، مثلا هذا التطبيق إخواني الكرام بعد فتحه فيعرض لك يعني جميع الأقمار الاصطناعية المتوفرة. فمثلا لو فتحت هذا القمر فيه مثلا هذه القناة وفي هذه القناة، لاحظوا معي جيدا مثلا أي قناة وجدتها فمكانها يعني تجد مباشرة بيس كما سوف تشاهدون. هذا هو الكود الذي يجب عليك إدخاله في تلك القناة المشفرة حتى تفتح، حتى تفتح مع مثلا بين سبورت أو أي قناة موجودة، فتقوم بإدخال الكود البيس الذي هو مثلا 11000 حتى 11 يعني في هذه القناة موجود هنا، ويعطيك أيضا ترددات يعني هذه القنوات كما سوف تشاهدون في حالة لم تظهر معك يعني في القمر و تريد البحث عليه فهناك ترددات كما تشاهدون. فموجود يعني جميع تقريبا الأقمار الاصطناعية كما سوف تشاهدون إخواني الكرام، فأي قمر تجد القنوات يعني، وأيضا كما ذكرت يعني الكود الخاص بها يعني الذي يجب عليك إدخاله. طبعا طريقة إدخال الكود يعني فلن أشرحها، يعني الجميع على ما أعتقد يعرفها، أصلا لن أشرحها لأن ليس لدي الصحن، فقط يعني يعني الريموت كنترول يعني تقوم بالضغط على القناة التي وجدتها وتقوم بإدخال مباشرة الكود، يعني يمكن لك البحث على اليوتيوب كيفية إدخال كود البيس يعني بهذه الطريقة، وسوف تجد مجموعة من الشروحات على ما أعتقد عربيا. طيب يعني التطبيق الموالي إخواني الكرام هو تطبيق جميل أيضا،
يعطيك يعني هذه الاكواد صراحه كما سوف تجهن حتى بين سبورت الى غير ذلك. فالدخول مباشره الى اي قائمه مثلا هذه القناه كما تشاهدون فيعطيك مباشره التردد الخاص بها، وهذا هو الكود الذي يجب عليك ادخاله اخواني الكرام كما سوف تشاهدون. بالتالي فنفس الطريقة تقوم بتطبيقها على جميع القنوات التي تريد أن تفتحها على جهاز الاستقبال في منزلكم بدون اشتراك إخوانكم. وهذا التطبيق أيضا يعني ولكن العيب الخاص به هو أنه يتوفر على يعني على إعلانات كثيرة جدا. والآخر مهم يعني وسوف يفيدكم في هذا الأمر إخواني الكرام. بالتالي فكان هذا كل شيء في هذا الفيديو. إذا كنت تريد كما سوف تشاهدون هنا يستعرضها مباشرة مثلا يعني هنا سوف يعطيك بعض القنوات والكود الخاص بها كما سوف تشاهدون بيس كي كما سوف تشاهدون، ثم تقوم بإدخاله في جهاز الاستقبال. لكن كما ذكرت هذا التطبيق فيه إعلانات كثيرة جدا. سوف أضع لكم أيضا موقع عربي يقوم بنشر هذه الأكواد، وأراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة طريقة إدخالها. فقط ابحث في يعني اليوتيوب طريقة إدخال كود بيس يعني في الجهاز الاستقبال او في اي قناه، فهي سهله يعني باللوحات يعني وبالريموت كنترول تقوم بادخالها وتستمتع بمشاهده هذه القنوات اخواني الكرام. جميع الروابط ستجدها كما هي العاده اسفل الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.